يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الصحة، يا مساء الجمال. بنقول لكم مساء الصحة ومساء الجمال من شاشة قناتنا الجميلة، قناة الصحة والجمال. المرة اللي فاتت في نفس التوقيت ده كان لينا لقاء مع شركة الإيمان لوموزين جروب، واتكلمنا على حاجات مهمة جدا، ويمكن نورنا لمبة حمراء ومؤشرات فيها اللي خطر وفيها اللي صح، فيها اللي نقول تمام هيعدي، وفيها اللي بنقول لهم استوب في عيون بتراقبكم. اتكلمنا على حاجات كتير جدا، وكان من اهمها الايجار التمليكي، وده يمكن احنا وقفنا عنده المره اللي فاتت. توصلنا لحل مهم، وكان طرحه الاستاذ اسلام فارس مدير الشركة، والأستاذ بجاد فارس رئيس مجلس الإدارة. قبل ما نتطرق للحل مع بعض، برحب بضيوفي النهاردة في البرنامج. الأستاذ بجاد فارس رئيس شركة الإيمان لوموزين جروب، والأستاذ إسلام فارس مدير الشركة، والأستاذة سماح. برحب بحضرتك معايا النهارده في البرنامج، برحب بحضراتكم، نورتوني جدا جدا. واحنا المره اللي فاتت اتكلمنا في موضوع مهم وحطينا علامات استفهام، بس مبدئيا هرحب بالاستاذه سماح مرسي ترحيب خاص طبعا، لان هي وجه جديد معانا النهارده في البرنامج. اهلا بك. مدير العلاقات العامه مركز بالبيلي اوتو جروب. بالبيلي اوتو جروب. واحنا النهارده جمعنا بين حاجتين، شركات ليموزين وتأجير السيارات وصيانة السيارات. الحلقة مهمة جدا وهيبقى فيها ضرب نار كتير قوي. المرة اللي فاتت توصلنا لحل مهم جدا، وقلنا احنا المفروض نتواصل مع الغرفة التجارية ونقول لهم في حل مهم للشركات السيارات اللي موجودة في السوق. مش اي حد يجيب شوية عربيات ينزلها السوق ويقول انا موجود، صح كده؟ ايوه. واتكلمنا على شعبة مهمة جدا لموردي ومؤجري السيارات. هسيب لحضرتك الميكروفون وحضرتك تكلمنا على الشعبة دي. تمام. هو احنا المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن احنا عايزين نعمل ان شاء الله انشاء الشعبة ديت. زي ما اتكلمنا طبعا الشعبة ديت هتوفر حاجات كتير قوي، وهتذلل عقبات كتير قوي، وهتخلي المهنة ديت او النشاط ده يبقى فيه كنترول عليه. لان زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان طبعا اي حد دلوقتي معاه مكان وثلاث اربع خمس عربيات يجيب ويبقى شركه، وده طبعا بيأثر على السوق كله. أكيد. وعلى سمعه المكاتب السيارات والشركات. أكيد. فاحنا كنا طرحنا المره اللي فاتت ان احنا عايزين نعمل شعبه جوه الغرفه التجاريه نسميها شعبه موردي ومؤجري السيارات. دي هتقنن حاجات كتير قوي في العمل بتاع المجال بتاع تأجير السيارات. لو حابين نوضح للساده المشاهدين ايه هي الاهداف الاساسيه للشعبه. الاهداف الاساسيه دي طبعا هيبقى من ضمنها هيبقى في وضع ميثاق شرف للمهنه، دي اهم حاجه. تاني حاجه هيبقى في طبعا بروتوكول هيبقى بين الشركات كلها، هيبقى زي دستور او ميثاق شرف بين الشركات كلها في التعامل، بحيث ان هو ما يبقاش في حد يقدر يخش على شغل حد تاني. ما فيش حد يقدر يعلي في اسعار او حد يقلل في اسعار، يبقى في رينج احنا كلنا ماشيين عليه، بحيث ان هو ما يبقاش في تضارب في الاسعار للعميل. لان زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت طبعا احنا في عملاء بتجيلنا رينج السياره اللي بتيجي وتوفر مثلا 10 قروش، مكاتب تانيه او شركات تانيه بتدي اوفر اكتر من كده بكتير. طيب احنا دلوقتي عندنا ضمانات كتير، احنا دلوقتي عندنا ان احنا بنشغل فعل التشغيل فعلي للسيارات في شركات. طبعا المكاتب التانية او الشركات التانية الشغل طبعا بيبقى اي حاجة اللي هو عايز يوم واسبوع والكلام ده، فده طبعا بيأثر على سمعة المجال وعلى الشغل بتاع مجال السيارات. وبالتالي الناس بعد كده لما بيتصدموا بالواقع اللي بيلاقوه بيبتدوا بقى يرجعوا لنا تاني ويجيبوا لنا العربيات عندنا في الشركه عندنا. تمام. غالبا لما بيكون في نقابه معينه فبنبقى عارفين في مقر للنقابه، في مدير للنقابه او رئيس للنقابه تحت سلطه
معينه، في طريقه للانضمام ليها، صح كده؟ تمام. واحيانا كمان بنقول ده كارنيه النقابه وخاص بالموجودين في النقابه الفلانيه. تمام. ازاي ان احنا ننضم للشعبه دي، والشعبه دي يتم انشائها تحت مين؟ مين السلطه او مين الهيئه اللي هتكون الشعبه تابعه ليها؟ استاذ بجد بقى يعني يا ريت توضح لنا. هي هتكون تحت شعبه السيارات، فاهماني؟ يعني احنا عايزين نعمل شعبه، بس هي بالفعل موجوده، موجوده شعبه السيارات بالغرفه، احنا بس عايزين يعني نعمل لتأجير وتوريد السيارات يكون لينا، ان احنا بس يعني ايه لينا برنامج لوحدينا، تسجيل يعني احنا نسجل فيه، والشركات اللي هي برضو شغالة نفس شغلنا تسجل فيها. وبرضو انا كل هدفي في الموضوع ده ان الشركات دي لما هتسجل هيبقى في كنترول، فهيبقى في مصداقية برا عن ان احنا نروح نودي في شركات يقول لك اصل انا معايا سجل وبتاع ضريبيه زي ما هم ماشيين وبيتكلموا. تمام. طيب وبعدين احنا شغالين في شركات وشغالين وشغالين، وبالفعل ما فيش الكلام دوت، كله بيشتغل ايجار شخصي وايجار العادي خالص، ما فيش الموضوع ده، عشان هم اصلا ما بيعرضوش على العميل زي ما احنا بنتعامل معاهم، ان احنا بنقدم لهم عقد الشركه وعقد يعني اكتر، احنا بنخليهم يطلعوا على عقد اكتر من شركه، مع ان هي عربيتهم في الشركه غير يعني غير دول، بس احنا يعني مصداقيه. تمام. الموضوع ده طبعا مش موجود، هو بيتقال كلام مع طبعا الاوفر بتاع السعر الكبير اللي هو بيطمع العميل ان هو يسلم عربيته. تمام. جميل. بعد كده المشاكل اللي بتحدث بقى ان بتلاقي المكاتب عدم سداد، اهمال، مفيش صيانات، كل دوت بيعود علينا احنا، مشاكل علينا احنا، بتقعد كل حاجه يعني يعني سمعه شركات الايجار بقت دلوقتي على طول فيها مشاكل. بسبب ايه؟ بسبب المكاتب اللي بتفتح الوهميه. فاهماني؟ استاذ اسلام، يمكن في شروط معينه، هي الغرفه التجاريه اوريدي موجوده، صح كده؟ طبعا. ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ على انشاء شعبه تحت الغرفه التجاريه. تمام. يبقى في ليها شروط معينه، يعني حضرتك ذكرت من شويه استاذ بجات، قلنا العربيات لازم يكون في ليميتد معين، حد اقصى للارقام الخياليه اللي بنقولها للشباب اللي بتاجر السيارات بتاعتها، صح كده؟ لازم يكون في اوراق زي ما استاذ بيجاد. يمكن عايزين نوضح بقى من حضرتك، او يعني حضرتك تقول لنا وتوضح للساده المشاهدين الشروط الاساسيه اللي حضرتك هتطرحها على الغرفه التجاريه علشان تكون موجوده في الشعبه. هو احنا عامه يعني احنا في الاول بنبتدي او بدينا بالفعل ان احنا نخاطب بعض الشركات. بعض الشركات وبعض المكاتب اللي هي معروفه في السوق بسمعه كويسه. وطبعا الناس دي اوريدي بيبقى عندهم بطاقه وسجل تجاري واوراقهم كلها موجوده، وليهم مصداقيه مع العميل. تمام. فاحنا اجتزنا باكتر يعني كلمنا اكتر من شركه، وكلهم طبعا مرحبين بالموضوع، لقوا ان هي فكره كويسه وحاجه هيبقوا تحت مظله يقدروا يعني لو في اي مشاكل مثلا او في اي حاجه محتاجينها هيقدروا يحصلوا عليها يعني. فاحنا بعد ما بنسجل اكتر من شركه بنتقدم للغرفه التجاريه، احنا عندنا 1 2 3 من الشركات دي كلها كده موجوده معانا باوراقها كامله، وعايزين نعمل شعبه تخص شعبه مأجري وموردي السيارات. اول ما بنقدم الطلب وبيتوافق عليه، الطلب ده بيترفع لوزاره الصناعه والتجاره الخارجيه، بياخد تصديق من الوزاره، بعد كده بيبتدوا يعلنونا ان احنا بصدد ان احنا ننشئ الشعبه. اول ما بيعلنونا بكده بنجتمع بقى الشركات والمكاتب اللي هي جاده، بنجتمع وبنحدد يوم بنعمل فيه زي انتخابات، بينتخب فيه بقى رئيس الشعبه والنائب الشعبه والاعضاء. حلو قوي. بس ده بيبقى طبعا تحت كل ده تحت الغرفه التجاريه وتحت رعايه وزاره الصناعه. بس خلينا نقول ان النقطه المبدئيه نابعه من عندكم، يعني في شركه ليدر وهي شركه
الايمان لوموزين جروب او نيو امي لوموزين، الاثنين طبعا تحت اداره واحده. فنقول ان في شركه ليدر هتقود الموضوع اللي هي هتجمع الشركات الرائده في السوق. بالظبط صح كده؟ ده في الفعل اللي احنا ابتدينا فيه من الاسبوع اللي فات. ومش معنى ان احنا طرحنا الموضوع يبقى احنا بنقول احنا اللي هنمسك الشعبه واحنا اللي هنمسك مكاتب. لا لا لا، يعني الموضوع مش كده خالص. احنا بنطرح الموضوع كحل للمشاكل اللي بتواجهنا زي ما بتواجه الشركات التانية. تمام. لكن احنا مش طمعانين خالص في ان احنا نمسك حاجه في الشعبه او بتاع، لا ده اقتراح، والناس دي لما هتتجمع ان شاء الله وناخد الموافقه من وزاره الصناعه هنعمل انتخابات، والانتخابات هتفرز الرئيس والنائب والاعضاء. تمام. وبعد كده الدنيا بقى تمشي زي ما بقيه الشعب ماشيه يعني. تمام. هروح لاستاذه سماح، ونورتيني جدا النهارده في الحلقه، ونورك يعني ساطع في الاستوديو ومغطي على كل الموجودين. احترامي لوجودكم طبعا. اتفضلوا بقى. لو اتكلمنا على المركز الاول، وده مركز اللي هي صيانه السيارات. تمام. صح كده؟ صح كده. عايزه اعرف ايه هي الخدمات اللي بيقدمها المركز، وهل في انواع معينه لقطع الغيار اللي بيشتغل فيها؟ مبدئيا لو هنتكلم على المركز الاول، هقول لك ان المركز ده مش مشروع جديد، المركز ده بقاله 50 سنه. انشاه الحاج فكري البيالي رحمه الله عليه وتوارثته الاجيال. يعني الشغله مش جديده علينا. بقالها كتير. المركز بيقدم خدمات ايه؟ المركز بيقدم كل خدمات السيارات ما بعد الضمان. يعني بيقدم خدمات ميكانيكا، خدمات كهرباء، خدمات سمكره، خدمات دهان، خدمات ثلوجي، جميع الخدمات. العربيه بتدخل عندنا بتخرج عامله كل الخدمات اللي هي عايزاها. انواع قطع الغيار، احنا بيميز مركز البيالي ان هو بيمتاز بانه بيقدم قطع غيار اصليه فقط. ما بنتعاملش في اي قطع غيار كوبي. ودي حاجه بتميزنا جدا، لان ده نفس اللي بيعمله الوكيل. تمام. العميل لما بيجي لنا وبيسيب التوكيل، بيسيب التوكيل علشان اسعار قطع الغيار الغاليه اللي في التوكيل. لما انا بقدم له نفس الخدمه بنفس قطعه الغيار الاصليه باسعار اقل، فطبعا العميل النهارده انت عارفه الدنيا عامله ازاي، فالعميل بيهرب وبيجي عندنا. طبعا. بيلاقي نفس الخدمه اللي متقدمه في التوكيل بنفس الجوده، بنفس المصداقيه، بنفس اقل. بالظبط. فاكيد اي عميل في الدنيا عايز ايه غير كده. تمام. بس هي دي. تمام. كل موضوع. اقدر اقول في توأمه او ربط ما بين شركات تأجير السيارات ومراكز الصيانة، خاصة ان دي في عربيات وعجل زي ما احنا بنقول، صح؟ انا اتعلمت اللغة اهو. في عربيات وعجل على الطريق، وده محتاج صيانة، في ارواح ناس اصلا والسائقين كمان اللي موجودين اللي هم التابعين للشركة، فالطبيعي ان هو بيبقى في كل فترة معينة ليه صيانة، صح كده؟ بالفعل بالفعل ده بيحصل. تمام. بيحصل. انا عندي اكتر من شركة تأجير سيارات بتعمل تعاقد معايا انها بتعمل صيانات عربياتها بصفة دورية عندي. تمام. بتبعت لي العربية بصينها، بعمل تشيك عليها، بعمل لها صيانة كاملة، وبترجع العربية تاني في مواعيد الصيانات الدورية بتاعتها. تمام. فبالفعل في نقول ان من ضمن النجاح لاي شركة لموزين او شركة تأجير سيارات انها تختار مركز صيانة تكون متأكدة من جودة قطع الغيار ومن جودة الشغل بتاعهم. أيوة. صح كده؟ طبعا طبعا. يعني طبعاً. احنا مش هنتكلم على الفلوس، لان توفير اي توفير جنيه فبيبقى في جيب الشركة، واحنا مش في دماغنا فلوس قد ما في دماغنا الامن والامان. أيوة. على الطريق. أيوة صح, صح؟ طبعا. أيوة طبعا. يعني استاذ اسلام، يا ريت تقول لي مثلا لما بتيجوا في شروط التعاقد او ان انتوا بتتعاقدوا مع حد معين، هل بتوضح في خطه تسويقيه طبعا، صح كده؟ وبتشرحوا لهم النظام الشركه، هل من ضمن نظام الشركه وجود مركز خدمه معتمد وقطع غيار اصليه، ودي بيبقى من ضمن الحاجات اللي بتدعم الشاب اللي هو جاي ياجر السياره بتاعته؟ ده طبعا اكيد. هو احنا طبعا اول ما بتيجي اي عربيه بتخش الشركه عندنا من ضمن البنود اللي احنا بنبقى حاطينها او من ضمن الحاجات اللي احنا بنبقى عايزين نعرفها من العميل، اول ما يسلمنا العربيه بتاعته، العربية بتاعته هل هي صيانتها توكيل اللي هو التوكيل بتاع العربية الأساسي. تمام. ولا مركز خدمة معتمد طبعا. ففي اللي هو بيبقى عامل تبع التوكيل، وفي اللي بيقول لك لا أنا بعمل في مركز خدمة. تمام. فهو بيقول لنا، بيقول لنا أنتوا لو في عندكم مركز خدمة أنتوا معتمد أنتوا بتتعاملوا معاه أنا ما عنديش مشكلة، ما دام العربية ما بتروحش للتوكيل. يعني لو راحت للتوكيل يبقى أنا ملزم إن أنا أوديها للتوكيل. واتيفر بقى مهما كان ايه هو التوكيل بتاعه. لكن مركز خدمه معتمد ده بيبقى من عن طريقي. وطبعا ده يعني احنا طبعا متعاملين مع مركز البيالي بقالنا فتره كبيره. طبعا الناس بيقدموا لنا تسهيلات كتيره جدا في الخدمه طبعا، وفي قطع الغيار،
وبرضك في الكوست الوقت، فده والوقت الوقت طبعا مهم جدا بالنسبه لي. الوقت اي حد طبعا عنده راس ماله على الطريق عايز ينجز بسرعه عشان طبعاً يشغل ده. دي ارزاق ناس متعلقه طبعاً بالعربيه الموجوده. هسال حضرتك واقول لك سؤال مهم جدا، بما انك ليدي وفي مجال صعب زي ده ومركز خدمه سيارات، اكيد بتواجهك صعوبات جامده جدا مع من تعامل مع العملاء، من حاجات خاصه بالشغل نفسها. عايزين نعرف بقى ايه الصعوبات اللي بتقابل حضرتك وازاي بتتغلبي عليها. طيب هنتكلم في صعوبات الشغل. الصعوبات الوحيده اللي بتقابلني في الشغل هي توفير قطعه الغيار. انا عشان اجيب النهارده قطع غيار اصليه في مستوردين، لما ده ما بلاقيهوش في السوق ده بيتعبني وبيضايقني وبيخلي مصداقيتي عند العميل تقل، لما يدخل العميل داخل فمتوسم فيا انه هيلاقي جميع قطع الغيار المتوفره عندي. اما القطعه تبقى مش متوفره في السوق فاوريدي مش هتبقى متوفره عندي، فده هيعمل لي ازمه. دي اكبر صعوبه بتقابلني، قطعه الغيار تبقى متوفره في السوق. الاصليه تاني بتكلم عن الاصليه، لان الكوبي لا بتبقى امان للعميل ولا العميل بيفقد مصداقيتي طبعا معاه جدا في حاله اني بقول له عندي قطعه كوبي، هو عايز ياخد نفس الخدمه اللي بياخدها في التوكيل. مع العميل نفسه بقى ما بتقابلنيش مشاكل كتير، لان العميل طالما دخل وانا برضيه من استقبال من مهندسين مدربين على احدث الطرق، من فنيين مدربين، كل ده بيقابله، فاكيد انا مش هلاقي مشاكل مع العميل. بلس بقى ان لما بتبقى في مشكله بسيطه بتعرفي تحليها، يعني المشاكل بتبقى ايه؟ مفيش، مش هتقابلك مشاكل، انت موفره له كل سبل الراحه وكل اللي هو عايزه. تمام. فاكيد مش هتقابلني مشاكل. خلينا قلنا هنا يعني استاذ بجاد واستاذ اسلام قالوا التوكيل ومركز الصيانه. حسيت ان في اختلاف او في فرق ما بين التوكيل وبين مركز الصيانه. يعني عايز اعرف من حضرتك ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هل هو فرق في التكلفه فقط؟ التكلفه فقط. لان انا بقدم جميع الخدمات اللي بيقدمها التوكيل. جميع الخدمات، عندي الفنيين مدربين على اعلى مستوى، عندي مهندسين مدربين على اعلى مستوى، مش بكتفي بده بل بالعكس انا بعمل دورات تدريبيه على الاقل مرتين في السنه عشان نواكب احدث الطرق واحدث الاجهزه اللي موجوده في السوق، عندي اجهزه حديثه جدا زي اللي في التوكيل، عندي كل الاجهزه اللي موجوده من كواريك لجهاز شحن تكييف لكباين، كل حاجه موجوده. تمام. فالفرق التكلفه، ان التوكيل هنا بيدفع ضرائب بيحط اسمه عليها، لازم بيرفع السعر عشان ده توكيل. انا مش بعمل كده، انا بحط نسبه الربح البسيطه بتاعتي وبدي نفس الخدمه. تمام تمام. فهو ده الفرق بين مركز الصيانه والتوكيل. هل ممكن اقول ان المركز عند حضرتك مختص بانواع معينه من السيارات ولا شغال في كل في الميكانيكا والكهرباء؟ مختص بالكوري والصيني. تمام. والتخصص حلو عشان بتعرفي توفري وبتعرفي أكثر. الخبره اكبر طبعا. لكن في السمكره وفي الدهان جميع انواع العربيات، بلس ان انا بتعامل مع جميع شركات التامين. فاذا لما بتخش لي العربيه من شركه تامين انا بتعامل معاها في كل حاجه، سمكره، دهان، ميكانيكا، كهرباء، شحن تكييف، كل حاجه. شركه تامين. هو احنا كنا اتكلمنا عن ده قبل كده في حاله حدوث لا قدر الله حادث على الطريق، فبيبقى في شركه تامين بتشيل العربيه. هنا بقى دور الشركه ايه؟ يعني شركه التامين منها لمركز الصيانه على طول، ولا حضرتك بتبقى وسيط ما بين شركه التامين ومركز الصيانه؟ لا، هي اي عربيه عامه عندنا بيبقى لازم مؤمن عليها تامين شامل. طبعا في تامين ايجاري وفي تامين شامل. تمام. وطبعا احنا عندنا ده وعندنا ده. فهي في حاله احنا يعني في قصه التامين زي ما انا برضه عرفت حضرتك المره اللي فاتت، قلت لك برضه احنا مش بنجري ان لو ازاز اتكسر نجري على التامين، لا احنا بنسيبه للحاجه الكبيره يعني. فلما بيتم حاجه يعني للعربيه كبيره لا قدر الله بقى اللي هو التوتال لوس تكيين او حادث كبير في ايرباكات والحاجات ديت، فدي اللي احنا بنبتدي بقى ندخل دور التامين فيها. تمام. جميل. فطبعا احنا لما بندخل دور التامين فيها بيبقى قدامنا اختيارين بصراحه يعني. بيبقى قدامنا اختيار يا في التوكيل، وده بيبقى اوفر جدا عشان نبقى صراحه جدا. تمام. وبيبقى في اختيار تاني اللي هو بنبقى في مركز خدمه زي البيع للسيارات او المراكز الخدمه اللي هي بتبقى تابعه لشركات التامين. تمام. عشان يعني هي كده كده شركه البيع لي متعاقده مع جميع شركات التامين. بس بيبقى في شركات تامين معينه كده بيبقى في من جواهم لبعضيهم عاملين مراكز، فيقول لك لا انا اختار المركز ده. فطبعا ده الاختلاف، ان انا لو اخترت في قلب
التوكيل او لو اخترت خارج التوكيل. بيبقى بقى بالنسبه للتوكيل بيبقى في حاجه اسمها ان احنا بنشيل نسبه 25% و10% والحاجات ديت، وممكن طبعا التوكيل بيبقى رافع علينا بزياده. تمام. فطبعا احنا بيبقى عندنا الاختيارين وبناخد قرارنا طبعا في الاخر ان كانت عربيتنا او عربيه عميل، عشان هو كده كده عامه في الحادث هو لازم يعني العميل بيبلغ بالفور، عشان هو اللي بيقوم بالمحاضر والحاجات دي كلها اللي احنا بنعملها عشان شركه التامين. تمام. فبرضه بيبقى هو مشارك معانا. تمام. احنا هنعمل نفس اللي هتتعمل ده بس بره، عشان ما يبقاش مثلا في حاجه يعني تكون اوفر اوفر على شغلنا. تمام. وبرضه احنا لما نتعامل مع مركز خدمه الوقت سريع، العربيه بتعود لنا سريعة، غير لما بنتعامل مع التوكيل، التوكيل عنده كمية عجل كبيرة، فكمية العجل ديت بتبقى كل حاجة وليها ايه دورها يعني زي ما بيقولوا. تمام. فطبعا غير كده وكده ان احنا بيبقى مراكز الخدمة زي مركز البياني مثلا بيبقى مدينا الأولوية. انتوا شركة يعني تأجير وتوريد سيارات، يعني دي عربيات شغالة، غير لما يبقى عميل بيخش يصلح عربيته، فبيبقى الأولوية لينا في السرعة. وده كان بيبقى اهم حاجه عندنا، عشان برضو احنا شغلنا ما يعني ما يعطلش. طبعا. فاهماني؟ فهي دي اللي بتبقى في قصه التامين كلها زي ما انا عرفتها لحضرتك برضو المره دي والمره اللي فاتت. تمام. يمكن انا شفت كده نوعين من التعامل، تعامل دايركت مباشر بين حضرتك او بين مركز الصيانه وبين شركات تاجير السيارات، صح كده؟ صح. وتعامل تاني بين مركز الصيانه برضو وبين شركات التامين. تمام. يعني هل مثلا عربيه تابعه لشركه معينه حضرتك متعاقده معاها، ولا قدر الله حصل حادث وجات لك، يعني ازاي التعامل بقى هنا، وازاي بتفرقي ما بين وانت متعاقده مع الاثنين، ما بين شركه التامين وما بين الشركه اللي حضرتك متعاقده معاها؟ دي العربيه نفسها. لو العربيه متامن عليها خلاص بيبقى تعاملي مع شركه التامين. هو بيجيب لي العربيه، بعمل مقايسه العربيه، برفع المقايسه لشركه التامين، بينزل لي المعاين بتاع شركه التامين يعين العربيه ويشوف المقايسه اللي انا عاملها ويبدا يدي رايه وبيشوف ايه اللي بيحصل عشان العربيه متامن عليها. الحاله الثانيه لما بتعامل مع الشركه مباشره دي في حاله عدم تامين على العربيه. تمام. فبيبقى تعاملي مع الشركه مباشره اللي هي متعاقده معايا. تمام. لان ما فيش شركه تامين وسيطه بينا. ده في حاله لو العربيه مش متامن عليها. تمام. لو قلنا كده يعني في بعض الناس العاديين يعني ممكن يكون سواق على الطريق عادي جدا، وممكن يكون حد مشاهد عادي مش عارف اصلا يعني ايه مركز صيانه سيارات، لو حابين ناخد نبذه مختصره عن مركز البيلي. طيب زي ما قلت لك ان مركز البيلي هو حاجه مش جديده، مركز البيلي بقاله 50 سنه في السوق. من ايام الحاج فكري البيلي رحمه الله عليه من ساعه ما اسسه. فيعني مش حاجه جديده. مركز صيانه سيارات زيه زي التوكيل. بيصين كل ما هو خاص بالعربيه، سواء عطل ميكانيكي، سواء صيانات دورية، سواء زيوت، أنا وكيل معتمد لإحدى شركات الزيوت. تمام. سمكرة ودهان، سروجي، كل حاجة بتخص العربية، كل ما هو خاص بالعربية بيتعمل في مركز الصيانة. تمام. ما يختلفش حاجة عن التوكيل، غير إن ده توكيل معتمد وأنا مش معتمد. أنا ما بعد الضمان، في ناس بتسيب الضمان وبتجيلي زي ما قلت لك عشان التكلفة. في ناس كتير بتسيب التوكيل وهي لسه في الضمان، وانا ده دوري بقى لما بيجي لي وبلاقي ان هو لسه في الضمان، فانا بقول للعميل حضرتك عارف ان انت لو عملت ده عندي هتخرج من الضمان. فبيكون رد العميل انا عارف وانا سايب التوكيل عشان الاسعار بقى مبالغ فيها جدا. تمام. تمام. وعشان المصداقيه في عميل بيجي يقول لي طب انا عايز اشوف قطعه الغيار اللي مغيرها، انا بعرضها عليه دي قطعه الغيار، العميل بينبهر ان دي قطعه الغيار اللي بتتغير في التوكيل وبالسعر ده، طب ازاي عندكم بالسعر ده؟ بلس ان انا ممكن اعمل حاجات التوكيل ما بيعملهاش، يعني انا ممكن اقدم عروض، اقدم تخفيضات، بعمل حاجات كتير لمصلحه العميل التوكيل عمره ما بيعملها. تمام. فده الفرق بين الاثنين. طيب حضرتك قلتي ان هو لو اتعامل مع حضرتك وهو في فتره الضمان هيخرج من الضمان. طيب هل قطع الغيار اللي طالعه من المركز من عند حضرتك هل ليها ضمان؟ طبعا عن ضمان السيارة. طبعا انا بدي ضمان على قطعه الغيار بتاعتي طالما قطعه اصليه. تمام. بدي ضمان. اكيد. تمام. اتكلمنا بقى عن الايجار التمليكي المره اللي فاتت. وانا كان ليا استفسار خاص، يعني انا كشاب جايب العربيه بتاعتي، هل من الافضل ليا ان انا اعمل
ايجار تمليكي وبعد فتره الشركه تتملكها وانا يبقى طلعت او سددت الفلوس اللي عليا وكنت فاتح بيتي من العربيه، ولا الافضل ان العربيه تفضل بتاعتي وانا مجرد ايجار عادي ليه مده محدده مقننه وهستردها تاني؟ هو دي برضه تبقى حسب العميل، ومش كل العملاء بترغب القصه بتاعت الايجار التمليكي دي عامه. وزي ما انت قلتي المره اللي فاتت برضه، في ناس يا عيني يعني كانت بتودي عربياتها وهي بتمضي على عقود ومش عارفه حاجه، وفي الاخر المده بيعرض عليه العقد يقول له انت ماضي على ايجار التمليك. ده حقيقي طبعا. دي انا برضه يعني بنوه بيها جدا جدا ان اي حد برضه يفحص عقده كويس، وما فيهاش حاجه ان هو لو ياخد محامي معاه اثناء التعاقد. تمام. دي يعني احنا اصلا دي خدمه احنا عاملينها يعني لا مانع. فطبعا دي انا يعني بنوه بيها جامد جدا 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 عشان اكتر من حد فوجئ ان العربيه مش بتاعته. جميل. بس هي اصلا لو الشروط ان في ايجار تمليكي، ده لو الشروط الصحيحه مش اللي هو بيفوجئ بيها دي، لا لو الشروط الصحيحه ان انت بعد الفتره المحدده ما بينك وما بين العميل، انت بعد ما انتهاء العقد العميل بيسترد من مبلغ السياره 20%. زي ما الشركات بتتعاقد معانا وان هو يدينا ايجار تمليكي على 3 أو 5 أو 7 سنوات بالقيمه الايجاريه اللي هو مطلعها لنا، وفي انتهاء التعاقد من قيمه العربيه من ساعه ما اشتريها مش السوقيه، يعني ما تبقاش العربيه مثلا سي مثلا ب 100,000 وفي الاخر هتلاقيها مثلا بقت ب 300,000 فهو حاسبني بال 20% على ال 300,000، لا هو بيحاسبني على القيمه اللي انا اشتريتها واجرتها تمليكي لحد ما انا خلصت عقدي وسلمتها. فمش كل العملاء طبعا بتحب ده، وفي عملاء بتعملها استثمار ان انا اجيب العربيه ادخلها الشركه اتعاقد. بس الايجار التمليكي ليه حاجتين، ليه ايجار شهري وليه حاجه بتبقى فوق الايجار الشهري. تمام. سي لو 5 بيتحط عليهم 2، لو 3 بيتحط عليهم 1. تمام. فهماني؟ تمام. ده الايجار التمليكي الشرعي. مش اللي هو بيحصل بقى دلوقتي ونفوجئ. انا بكلمك في حاجه اسمها ايجار تمليكي، حاجه شرعيه. اللي هي بتتم واحد بيستثمر. انا باخد منك سي العربيه دي بخمس قروش. خمس قروش في الشهر، وليك مع الخمس قروش قرش لمده التعاقد ما ينتهي. تمام. ده اللي ايه الشرعي في الشغل يعني. وفي مش بيستحب، بس اللي بيعمل الموضوع دوت يعني وبينفذه مع شركات توريد وايجار السيارات، هي بتبقى الشركات اللي هي يعني المموله. في شركات بتبقى مموله هي دي اللي بتعمل الموضوع التمليكي اكتر من العميل. تمام. بس مش كل العملاء بتهتم بالموضوع ده قوي يعني. وبرضه انا برضه بنوه للمره الكتير قوي ان كل واحد مدخل عربيته في اي مكان يفرز بنوده يعني كويس جدا، عشان ممكن يلاقي ايه ما بين السطور زي ما بيقولوا، ويجي في اخر التعاقد يقول له انت عايز ايه، يقول له عايز عربيتي، يقول له انت عربيتك ايه دي، انت مداني ايجار تمليكي. وهو ده اللي فعلا كنت لسه هسال عليه استاذ اسلام دلوقتي، اللي بين السطور. عايزين نصيحه من حضرتك للشباب، او تنور لنا كده ضوء اخضر على ايه اللي يكون موجود بين السطور ممكن ياخد باله منه اثناء التعاقد مع الشركه، او في وقت التعاقد نفسه وهو رايح يعمل التعاقد، او يبص على ايه بصرف النظر طبعا عن اوراق الشركه، ايه اللي هو المفروض يبص له، ايه اللي هو نقول له يضمن حقه ازاي؟ لا هو طبعا بعيدا عن اوراق الشركه، هو طبعا لازم يشوف اوراق الشركه ويشوف الشركه مثلا بقى لها فتره قد ايه وايه تعاملات الشركه، هل الشركه فعلا يعني العربيه اللي هتاخدها دي هتنزلها الشركات ولا هتاخدها افراد. احنا بالنسبه لعندنا للشركه، احنا بنبقى الشركات اللي احنا متعاقدين معاها بنبقى عاملين حاجه اسمها ملخص عقد. ده من حق العميل في حاله التعاقد ان هو يطلع عليه، غير ان هو طبعا بيقرا العقد كويس. طبعا في ناس بتستغل يعني بتستغل هل هو ما عندوش احقيه ان هو ياخد العقد نفسه مش ملخصه؟ لا يعني اصل العقد ده بيني وبين الشركه. انا بعمل ملخص للعقد بالبنود المهمه اللي فيه. تمام. ان ما يثبت ان شركه الايمان متعاقده مع شركه اكس بتوريد سياراتها لمده زمنيه معينه بانواع معينه، او ممكن من غير انواع معينه. تمام. يعني ممكن عربيات ملاكي او عربيات نقل او عربيات فان.
تمام. فده بيبقى ملخص العقد بيطلع عليه. احنا كمان حتى في اعلاناتنا المموله او اعلانات الشركه بتاعتنا عامه، الجمله دي ممكن ما تلاقيهاش عند اي حد الا عندنا احنا، او ممكن يكون الناس خدوها مننا احنا، اللي هي ممكن حضرتك لو جايه تستثمري عربيتك عندنا ليك الاحقيه ان انت تجيبي محامي معاكي. تمام. فده حتى ده دي مصداقيه، لان احنا طبعا احنا يعني نجهل القانون طبعا، احنا شعب يجهل القانون. فايه الضامن؟ ان انا اجيب محامي معايا. المحامي هيبقى فاهم شغله، فاهم البنود الصح من البنود الغلط. في بعض المحامين جم عندنا وادوا ملاحظات على العقود. تمام. بنقعد معاهم بنوضح لهم، ممكن يبقى عايز يضيف بند. طبعا ده مش متاح لكل الناس الا لما يكون هو ليه الحق كده، مع ان احنا عندنا الشؤون القانونيه عندنا مطلعه العقد اللي احنا شغالين عليه يعني بنسبه 98%، مش هنقول 100% طبعا، يعني ما فيهوش اي حاجه، يعني كله ضمان للعميل. حتى الناس، حتى احنا لما ببعت صوره العقد للعميل بيبقى بحس ان هو بيقول لي انتوا مدين ضمانات كتير قوي للعميل اكتر منكم، طب انتوا ايه ضماناتكم؟ لا احنا لينا ضمانات طبعا بتحفظها الشؤون القانونيه عندنا وفي العقد نفسه. تمام. بس هو عشان بيشوف حاجات في السوق غريبه ما بيحس ان هو لا الناس دي كده يعني مديه، يعني هل الناس دي فعلا بيدوا ضمانات للعميل بالطريقه الجامده دي غير اي مكان تاني احنا بنتعاقد معاه؟ فهو زي ما قال الاستاذ بجاد، احنا ما عندناش مشكله ان اي عميل يجي يجيب معاه المحامي بتاعه او حد فاهم في القانون بيقدر يدرس العقد كويس قوي وكل النقط بتاعته، ولو في اي حاجه بنقدر نتناقش فيها. تمام. لو لقينا ان هو ليه حق في النقطه المعينه دي بيبقى فيه بنسبه يعني قليله قوي مثلا ان احنا ممكن نضيف حاجه في البند العقد، او لو ما فيش بنوضح له نقطه وجهه نظرنا فيها وخلاص بيتم التعاقد بعد كده. تمام. خلينا نيجي عند علامه استفهام مهمه جدا واتكلمنا فيها المره اللي فاتت، وقلنا المنافسين في السوق ومنهم الحقيقيين واللي موجودين على ارض الواقع والمتخفيين ومتسترين ورا حاجات تانية. أيوة. صح. خلينا احنا هنفتح كل الملفات. لا انا عادي. وربنا كريم بقى. المنافسين اللي موجودين وبينافسونا فعلا وعلى درجة كفاءة مننا وشغلهم يوازي شغلنا، واحنا طبعا اكيد بنرحب بكل الناس اللي ايه اللي عندها مصداقية وثقة، ولسه بنقول احنا شعبة نجمع الناس كلها. طبعاً. صح؟ طبعاً. والناس التانية اللي بتستخدم العربيات لأغراض معينة. تمام؟ والناس اللي بتلاقي ناس شغالة وبتاخد أسمائها. تعالوا ناخد نقطة نقطة ونتكلم عليها مع بعض. خلينا في النقطة الأولى الأول، المنافسين بشرف. ماشي؟ لو حابين نتكلم عنهم ونوجه لهم رسالة. أنا يعني في منافسين معانا وبشرف وأخوية كمان، ولو التجأوا لي في أي وقت أنا عمري ما بتراجع معاهم في أي حاجة بصراحة. أنا بس كل اللي ليا إن أنا عايزهم يعني يساندونا ويشاركونا زي ما هما. فهموا يعني ايه شعبة سيارات وايه دوت، يعني فهموا النظرية. هي انا كل النظرية انا عايز بس اقننها لايه، لعدم تدخل المكاتب الصغيرة اللي بتخش تاخد عربيات ومال الناس وما بيرجعش. حلو. وبتعود علينا احنا برضو بالوحش. حلو. اصل هي الشغلة يعني القرار الوحيد اللي يعني لما واحد بيعمل حاجة غلط كله بيبقى غلط. تمام. وكله بيتهاجم بالغلط. اكيد. بس يعني في ناس يعني ناس كتير مساندانا في الموضوع دوت، وناس يعني مرحبه بيه جدا، اللي هي الناس النظيفه اللي شغاله صح عامه. صحيح. اما طبعا في ناس ثانيه هتقول لك لا يا عم، وانت بتفتح علينا باب ليه؟ باب ضرايب؟ ما هو ده باب، احنا كده كده علينا ضرايب. ما تقوليش باب ضرايب خالص. احنا كده كده علينا ضرايب. ايوه. ما هو انت لو مش بتدفع ضرايب يعني انت ما عندكش عقود، يعني انت ما بتطلعش عربياتك في جهه رسميه مختصه. تمام. انت بتطلعها في امر غير شرعي. تمام. ده بره عني. ده بقى اللي انا عايز يعني عايز اقفله حقيقي بقى. عايز اقفله بجد.
ستار، هو ده اسمه الستاره عندهم. جميل. لا ده انا بقى عايز ابعده عننا. تمام. يشتغلوا هم زي ما يشتغلوا بقى، بس ما يحطوناش احنا ايه في نقطه احنا شغالين في شركات ويذكروا. مشكله ان هم بيذكروا بقى حاجات عملاقه يعني عاصمه اداريه، وبيذكروا مثلا اسمها ايه دي الكره الذكيه، وبيشتروا بيذكروا شركات المقاولات الكبيره. برضه انا عايز بالعلم يعني لما حد يعني يتذكر له اسم يا ريت هيبقى عنده برضه علاقه باي حد، هل ان فلان ده موجود او مش موجود. جميل. تمام. يعني زي ما انا يعني اكتر من مره اقول لهم يا جماعه اوعوا تجروا على قصه ايصال الامانه دي، ايصال الامانه ده مش ضمان، اقرار الاستلام بتاع العربيه، اقرار الاستلام الجنائي. ايصال الامانه ده ايصال امانه على المؤجر ولا المستاجر؟ لا ايصال الامانه لا لا في مكاتب ولا على لا في مكاتب بتدي للمالك ايصال امانه، فالمالك بيستريح قوي. لا هو لو ضافوا لك بند هو بقى حق مدني. الله عليك. هو لو ذكره يعني انت لو رحت رفعته بمحضر شرطه في الاسم وحضر جلسته ودخل بالعقد اللي ما بينه وما بينك حطه قدام القاضي هيحولوا لك حق مدني وملوش. خلاص يعني في ايصال الامانه العقد ممكن يكون فيه شرط يضرب له ايصال الامانه اللي هو انتهى. ما هو مذكور هنا ومذكور هنا. حلو قوي ده. حلو. فهماني؟ وفي ناس تقعد تقول لك خليه لي خارج. ما هو خارج ماشي هيخرجه لك، ما انت اسمك في العقد ارفع عليه. هو هيحضر اول جلسه هيقدم. حلو قوي. بوظ لك الايصال. اما اقرار الاستلام الجنائي مسجل بالشهر العقاري، يعني جميع العقود اللي تتعامل مع اي شركه العميل لازم بياخد بي دي اف من الشركه بالعقد بتاعه ويتوجه على الشهر العقاري التابع ليه، يعمل اثبات تاريخ على الكلام اللي ما بينه وبين الشركه، عشان اول ما يحصل اي خلل هي الورقه الوحيده بتاعت اقرار الاستلام اللي هتجيب له حقه وهتجيب له حكم على الشركه. هل في ضمان تاني غير العقد المسجل في الشهر العقاري وغير ايصال الامانه؟ لا هو بالنسبه لشغلنا انا برجح ان كل الناس تاخد اقرار استلام جنائي مسجل بالشهر العقاري. اقرار استلام. اما ايصال الامانه في لعبه كتير. ده اقرار الاستلام ده غير العقد يا استاذ. غير العقد ده، ده بند تاني يعني. هو العقد ده بيبقى عباره عن اربع اوراق. عقد اثنين العقد، واحد اقرار استلام سياره، واحد حاجه اسمها تقرير هيكلي اللي هو الكروكي باجزاء السياره بالقطع بجزء جزء في قلب العربيه. تمام. ده بيتمدي عليه كله، بس اقوى حاجه في الموضوع ده كله هو اقرار استلام السياره. تمام. ده حقك وتروح تسجله. تاخد اثبات تاريخ عليه. ده اللي انا بتكلم عليه وقلت عليه اكتر من مره للناس كلها. حلو قوي. دي الناس اللي شغاله معانا كمنافسين. انا ما بعتبرهمش منافسين، انا بعتبرهم ان احنا بنكمل بعضينا. انا بحتاجك وانت بتحتاجني. ده هنا اللي احنا بنقول ايه بقى؟ منافسين بشرف. بشرف. احنا بنكمل بعض. انا بحتاجك وانت بتحتاجني، انا عندي عجز في عجل، انا بجيب عجل منك. تمام. وبنقف جنب بعض. بنشغل بعض. وكلها بتاكل عيش مع بعض يعني زي بلغه السوق. غير اللي هو بقى عايز يطلع العربيه مش لشركه، ما هي اصل الشركه كده كده عشان بتاخد اعداد عربيات كتير فالاسعار ما بتبقاش اوفر، ما بتبقاش عاليه يعني. اما لما العربيه تروح في غرض غير شرعي بتجيب فلوس اكتر، بس دي ممكن ما تجيبلكيش العربيه تاني عامه يعني. زي ما انا ذكرت الحلقه اللي فاتت كده بالظبط. العميل ما يعرفش، هو بيسلم العربيه بتاعته بينبهر طبعا بالمبالغ، بينبهر بالمبالغ، هي دي المشكله. هو بيقراش عقد والله بالظبط يعني. انا اكتر من حد راحوا ودوا عرباتهم عند شركات، عند مكاتب بقى مش شركات. والله جولي واحنا قاعدين مع بعض انا فتحت له السبيكر قلت له ده كان مثلا فلان معايا بس ده لا ده مش. قال لك ايه افراد ولا شركات؟ قال لي لا شركات. قلت له لا الصراحة هو أفراد بس هو كويس. قال لي لا شركات. وحصل ما بيننا ومن بعضينا مكالمة تليفون هو سمعها. تمام. بل بالعكس راح وديها له مكتبه برضه عشان هو مديله سعر أعلى مني ب 8000 جنيه. فين عربيته دلوقتي؟ متقطع. هو بقى لو بيتفرج على الحلقة هيعرف عربيته فين وهيفتكر الكلمة دي قوي قوي يعني. بعض المنافسين ولكن بدون شرف احيانا بيستعملوا حيل لتعطيلكم، لتوقيفكم في السوق، لاجهادكم ذهنيا. خلينا نعمل
وننور لهم نور اخضر ونقول لهم احنا شايفينكم، ونقول ممكن تكون ايه الحيل اللي بنتعرض ليها وبنتخطاها ازاي؟ لا، هي اقصى حاجه يعني يقدر يعملها هو بيدي سعر عالي. هو مش هيقدر ينافسني اكتر من كده. والمنافسه دي يعني دي تعتبر منافسه مش شريفه، لسبب لان انا بيجي لي التعاقد محدد. انا ما اقدرش ارفع لان انا كده هدفع من جيبي. يعني انا بتعاقد مع الشركه سي العربيه دي ب 10 قروش، ما اقدرش انا اخدها باكتر من كده لان انا كده هدفع من جيبي. ممكن ادفع من جيبي في حاله ان انا لو الشركه دي معايا السي في بتاعها كبير معايا، وانا مثلا محتاج عربيه عربيتين ممكن اتنازل، وده حصل معانا قبل كده. يعني احنا كان في شركات احيانا بنقول عايزين نحرق السوق بقى. انا بالفعل انا قبل كده عشان اخد شركه انا خسرت، بس ما خسرتش بعجل ناس، بعجلي دخلته وهو مثلا باقل من قيمته، اقل من قيمته ب1000 جنيه في السوق. بس انا عشان بس زي ما بنقول برضو بلغه السوق اركب امر التوريد بالظبط. فانا لما خدته خلاص عوضته، وبعد كده سحبت ده وجبت نفسي هي الفئه دي ودخلتها له بالسعر اللي انا اقدر، ورحت ساحب الثانيه على طول. تمام. ما هي بصي هي عباره عن يعني هي ضمنه شطاره، هي شطاره. ايوه هي ضمنه اللي أيوة. بيلحق، وكل واحد وليه اسمه وكل واحد وليه خبرته. برضه انا ذكرت لك المره اللي فاتت ان في حد كان فشل في الموضوع وجالي، وبعد كده اول ما جاله شغل جه عايز يسحب العربيات مني، فكان ردي طبيعي قوي، انت ازاي يعني؟ انا عايز وتجاوز أقول برضو. ممكن نقول دي حيله من ضمن الحيل برضو لاجهادنا ذهنيا، ممكن احنا نحاول نوقفكم. صح. ايوه احنا صح. اديكم أنا عجل واشتغلوا وفي الاخر لا احنا عايزين حاجات اول. انا في مرافعه الشؤون القانونيه عندي للشركه دي ذاكر دي ان هو جه يشتغل معايا الشهر ده عشان يصير بلبلة ويعطلني ويشغلني بالزبط. ويسحب عربياته بمفاتيح يسبير من الموقع بالزبط. هو فاكر نفسه ان هو كسب، هو كده فرحان، هو مش فاهم حاجه. انا ممكن اطلع لك حالا صور واعرضها لك على هوا انا وانا قدام اي مساله قانونيه، بس عشان هو على غلط. فانا يعني انا هو لحد النهارده هو ما خدش مني رد فعل واحد ولا حتى مكالمه تليفون، بس انا مشيت قانوني. بس المفروض المواقف اللي بتحصل لنا دي بتدينا يعني خبره طبعا، ان احنا فيما بعد لما بيجي حد يتعامل معانا وهي حد منافس لينا ويدينا عجل او عربياته عشان يشغله، فاحنا لا بقى احنا بنامن نفسنا وبنحمي نفسنا من كل. انا عايز اقول لك حاجه، حاجه مهمه قبل ما اقطع كلام حضرتك، المفاتيح النسخ اللي انا يبقى معايا نسخه والتاني معاه نسخه والعربيه بره في الشارع وتتاخد. ايوه تمام. انا ليه ما اغيرش نسخ المفاتيح دي اول ما ما عنديش احقيه ان انا اغير ده؟ دي خلاص العربيه تحت سيطرتي. بالفعل يا فندم انا بس هقول لك كلمه واحده، انا ما بتعاملش مع مكاتب، علشان انا برضو زي ما حضرتك قلتي يعني انا عشان اخد من مكتب تاني انا حصل معايا دروب قبل كده برضو. مكتب كان مشغل معايا عجله، والعجل بتاعه كان راكبه مهندسين اجانب، وفي التجمع الناس دي اتعرضت من ملاك السيارات، بس الحمد لله يعني بخبرتي انا بقى وبمدير حركتي عرفنا نخش نكسب الناس دي، ناخدها على شركتنا ونسيب شغلنا عشان ما يحصلش اي شكوى، عشان هي العربيات دي على سمعه الايمان. فطبعا ما حسيتش باي حاجه، جبت الناس وعرفتهم كل حاجه وطلعت لهم رسيدات وطلعت لهم تحويلات، ويقولوا لي احنا مثلا بقى لنا 4-5 اشهر ما بناخدش من مالك السياره من 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 صاحب المكتب لمالك السياره، وانا مقدم له لحد ما انا من هذا اليوم انا خلاص وقفت الموضوع ده. انا لو اشتغلت مع الشركه اللي بذكرها حاليا، عشان هي شركه كبيره والله، بس هي ما طلعتش كبيره، بس هي دي كل الفكره، او هي كبيره بس اللي تحت الكبير او تحت الباشا عشان الاداره يبقى عارف يعني. والله في كارثه يعني حقيقيه، كارثه. اصل هو مش كارهم برضه، انا مش اصلنا تاجر العربيات اللي بيبيع وبيشتري غير مراكز الخدمه، غير تاجير السيارات، غير الحرفي، اصل هي ما فيش حد بيعملها كامله.
كالعادة وقتنا بينتهي بسرعة جدا، مش عارفة بينتهي ازاي. وحقيقي أنا ببقى مبسوطة جدا بالوقت اللي بقضيه مع حضراتكم وبالمعلومات اللي باخدها منكم. أنا قربت أفتح الشركة بتأجير السيارات. ده فوق دماغي والله. تسلموا لي يا رب. في عجلة سريعة، ده خلاص وقت الحلقة فعلا انتهى، ولكن هاخد من حضرتك ثواني معدودة تقول لنا ازاي العميل يختار مركز صيانة ويكون فيه كل الضمانات اللي ترضيه. إن المركز يكون ليه اسم كبير وليه تاريخ وليه خبرة، وبعدين مركزنا لما أو أي مركز، مش هختص بمركزنا، مركزنا مش إحنا اللي بنعمل عنه الدعاية، العميل اللي بيخرج من عندي هو اللي بيبعت لي عميل واثنين وثلاثة وعشرة لثقته فينا عشان عارف جه الشغل إزاي. حقيقي بس تجربة. هيدخل على البيج هيشوف الريفيو بتاعت الناس علينا، هيجي هيجرب بنفسه وهو اللي هيخرج يعمل الريفيو دي عننا. نورتوني جدا النهارده، مبسوطه بوجودكم معايا، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان طيب. كريم عليكم، ودايما ناجحين ودايما متفوقين ودايما رائدين في مجالكم ان شاء الله يا رب. لحد هنا خلصت حلقتنا النهارده من برنامج شبابنا مستقبلنا، ولكن اوعدكم بمواضيع ساخنه جدا وضيوف ومواهب في كل المجالات ومبدعين وناجحين هيكونوا معايا هنا في شبابنا مستقبلنا.